مفيش اي حته في العالم بالحلاوه دي. اي حته الواحد يروحها في جونة جميله. مفيش حاجه تخليكي تقعدي تفكري هو انت ليه قاعده هنا. مفيش لايف ستايل ذات كومبيرز وذ الجونة. عايشه في حلم كل يوم بس اتس لايف. Why we have to travel? They say we have everything here. One day my father told us there is a place north of Hurghada. This was in 1991. And that we should go and look at. He talked to Mr. Samih and in 20 years would be something wow. أول مرة سمعت عن الجونة كان عن طريق أغنية عمرو دياب وعجبني أول باك جراوند فسألت أصحابي اللي معايا قالوا لي دي في الجونة. أنا لما جيت هنا من 20 سنة ما كنتش عاملة بلان إن أنا أقعد هنا على طول لكن مع الوقت ما كنتش عايزة أرجع. شغلتي إن أنا مانج فوتبول تيم دي كانت حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي. من 21 سنة اتولدت هنا عشان أهلي كانوا يعرفوا عن الجونة وبعدين خرجت من المدرسة هنا. I basically grew up here. يعني it's home. My parents moved here a long time ago قبل ما أنا اتولد أصلا. I left for a couple of years. I came back و I work here. أول مرة جيت الجونة كان سنة 93 كنت أنا عايش في الغردقة واحد صاحبي قال لي تعالى في ريزورت جديد بيفتح. أنا أصلا كنت باجي الجونة من زمان قوي بس القرار اتاخد يعني لما جالي جوب أوفر. جونة في دمي برضو in many ways. اللي جابني الجونة من 23 سنة قالوا لي إحنا عايزينك تمسك الجونة فما كنتش فاهم قلت لهم إيه الجونة دي. الخطة كانت أجي أقعد سنة في الأول وسنة بقت 7 سنين أهو. It was just escaping the city. Growing up here has completely opened my mind to something completely else. The wind, the weather, the city. We are so blessed that I could raise my kids here in El Gouna. It's very hard to move out after you've moved in. I run throughout town. So I saw the Gouna through a lot of changes just simply by running. And it was so cool to see something being created from scratch. We have to give a big shout out to the man behind this vision that started with Villa, the Sahara. Samih Sawiras. What I find very smart, Mr. Samih invited the people to open shops even without rent, just to create a downtown. البنى اللي تم في الجونة يعني زي سوبر هيروز لأن مش طبيعي ال development اللي حصل. 21 years ago أنا فاكراه وهي صحراء. فجأة لقيت جونة بقت town. The development is incredible. احنا دلوقتي اعتقد كسرنا ال 20,000 شخص عايش مقيم في الجونة طول السنة. حاجة زي المهرجان، يعني المهرجان حط الجونة في مكانة عالمية. البداية كانت في مارينا ابيدوس تقريبا سنة 92، بعد 8 أو 9 سنين بقى في مارينا أبوتيك وما كانش حد يتخيل إن الحجم هيوصل للي احنا فيه النهاردة. سميح has done a lot for Gouna. It grew at an amazing pace. لما جيت الجونة طبعا كانت صغيرة، ما كانش في مارينا، ما كانش في مستشفى، كان في مستوصف وهو كان في الكاف، ما كانش في مدرسة. أنا المدرسة اتبنت وأنا في الجونة. الديفلوبمنت بتاع الكورة شايف إن هو مش كويس، أنا درجة أولى في سنة واحدة. 30 سنة اللي فاتوا حاجة و30 سنة اللي جاية حاجة. I mean the next 30 years I would see what they are planning now, and now they are creating a theater. And I saw the design, it's something out of mind. Hopefully next 30 years are going to be amazing for us. I believe it is going places.